السلام عليكم خاوتي احبابي، تحياتي لكم، سلام لكم. راح ندير لكم المكان اسمه انترليس، بما يعرفنا بالقريه العموديه، وهو اجمل مكان واحسن نمط هندسي، تحصل على جائزه في سنه 2015. الشيء الجميل هنا في سنغافوره، شوف الغطاء تخرج من الحافله كلها مغطيه الى غايه العماره تاعك. شوف ان الجو هنا سواء الحر او المطر، شوف. المهم تابعونا في التسجيل خاطي، وتحياتي لكم من سنغافورة. ها نحن وصلنا إخوتي إلى مشروع القرية العمودية بما يعرف هنا في سنغافورة بالأنترليس، وهو أجمل عمل هندسي وأحسن نمط عمراني وأفضل مبنى سكني في سنغافورة، حيث حصل هذا المشروع على لقب أفضل مبنى سكني لعام 2015 في مهرجان العمارة العالمي، مؤلف من 31 بناية ويحتوي على 1040 شقة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. تحياتي لكم أخوتي ودعواتكم إن شاء الله بالتوفيق. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالتقييم والمشاركة. تحياتي.